السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الجمال، حابين نشارك مع حضراتكم ميزان زي ده. الميزان ده يا جماعة لما يكون عندي واجي اضغط عليه او امسكه كده يقعد يلف وما يثبتش على الزيرو، ولو ضغطت عليه ضغطة تقيلة يقعد يلف اهو كده زي ما هو ظاهر معانا كده. طيب تعالوا نعرف عيب الميزانة دي. العيب بتاعها يا جماعة سهل جدا. اول حاجة بضير ميزان تاعيات، في هنا عندي السوستتين دهم، بحط مفك ولا مسمار ولا اي حاجة ارفع بيها السوستة دي اهوت. برفعها خالص، والناحية التانية اوتوماتيك برضه اهو. وبفك الميزانة بتاعتي بالراحة اهي زي ما هو ظاهر حضراتكم كده. اول حاجة هنبتدي بدي بالكفة دي، هننفض طبعا الحاجات دي، نفك الحاجة دي. بثبت دولت يا جماعة باي شاكوش او مطرقة او مطرقة عندي اي حاجة، بثبت دولت لان دولت مع الوزن ما بيبقوش مظبوطين، فلازم انا اثبتهم عشان يبقوا مظبوط مع الوزن، ما خلهمش سايبين خالص كده. سايبين كده يبقى الوزن بتاعي هيبقى مش مظبوط. تمام. ولو عندي زيت اكل او شوية جاز ولا حاجة ممكن احط عليهم كده سنة كده عشان ما يصدوش ويفضلوا عايشين معايا زي ما هو ظاهر كده. انا خلصت من الجزء الاولاني، اركنه واجيب الجزء الثاني. اول حاجة بنزل عندي، انفض الاول الميزانة بتاعتي، اول حاجة عشان اعرف اظبط ميزانتي بشوف الزرار اللي عندي اللي هو بيبقى الابيض ده، الزرار ده اللي بيلف ويظبط منه الميزان، بنزله لتحت خالص، اربطه لغاية الاخر الاول، اقعد الف لغاية ما اربطه لغاية الاخر. اهوت بعد ما ربطته لغاية الاخر باجي الف البكرة دهيت بتاعتي، اشوف المسمار بتاعها سايب هنا، هو ده العيب اللي كان بيخليها تلف وما كانش الوزن بيقف. باجي اظبط على الزيرو واربط المسمار بتاعها، بربطه جامد يا جماعة. ولو مش عاوز يفك مرة تانية مدى الحياة ممكن اي حاجة ونقطة امير عليه من فوق من النص، من هنا ما عادش هيفك خالص. وبزيت الجهاز بتاعه اهوت، وعند السوستة من تحت اللي هي السوستة اللي هي ظاهرة معايا الترس دوت يا جماعة اللي بيروح يجي بزيته. تمام. بعد ما بزيت الجهاز بتاعي بزيته، وبعد ما بزيت الجهاز بتاعي كده ممكن اجيب الامير اللي انا قلت لحضراتكم عليه اهوت، ادي انبوبة امير، اجيب فل، اجيب بارود، اي حاجة زي كده. كده انا مش عاوزه يفك مدى الحياة، بقوم جاي موسع مكان المسمار كده اهوت، واحط نقطة بس يا جماعة عشان لو حبيت ان انا افكه بعد كده اقدر افكه. كده ما عادش هيفك البكرة ديتي نهائي. طيب بعد ما بخلص وزيت جهازي كده بقى ارجع الوش بتاعي اهوت، كل سنة بتركب على المجرة بتاعتها زي ما هو ظاهر معايا في تقفيل اهو. ماشي. طيب قبل ما اقفل الوش بتاعي بقى برجع اجيب السوست بتاعتها اهيت،
اركب كل سوسته واضغط عليها عشان ما تفكش مني بعد كده يا جماعه. اهيت بدل ما هي مفتوحه مثلا، واقوم جاي قافل عليها كده، والناحيه التانيه نفس القصه. تمام، باجي اقفل عادي اهوت. اي حاجه بقى، اي سلكه ممكن، اي حاجه اشد بيها زي ما هو كده، بنزل السوسته وبعد ما بظبط الجهاز بتاعي بضيره كده، واشد مثلا حته سلك ولا اي حاجه بعملها كده واشد بيها السوسته زي ما هي ظاهر معايا كده. انا كده قفلت اهوت، بضير الجهاز بتاعي وبظبطه من المؤشر على الزيرو زي ما هو ظهر معايا كده. بجيب اي معيار واوزن على الميزانة زي ما يبقى ظاهر معايا كده، العشرين كيلو 20 كيلو. اهي ادي دي يا جماعة صيانة ميزانة حمام او ميزان ديجيتال بتاع وزن اشخاص بكل سهولة جدا. ما خدناش يعني قيمة الفيديو، ما اظنش ان هي 4 5 دقايق يعني. وبكده خلصت انا ميزانتي، وميزانتي مظبوطة اهيت. اضغط عليها ترجع عند الزيرو والامور طيبة، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة ان شاء الله.